أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان 1,300,000 مواطن بمحافظات الصعيد في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. وأوضحت الوزارة أنه تم عقد 250 ندوة تثقيفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر، كما تم إطلاق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان. كما أكدت الوزارة توفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعي لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوي الهمم في مقرات إقامتهم بهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.